وأخ الدكتور الطبيب العسكري المرحوم الصغير مراد من جهتي الأم. أقول أنني صائد هذا النهار، هذا نقدم هذا التصريح هذا باش نبين الحقيقة ديال وفاة المرحوم الدكتور صغير مراد، اللي بصفة موجزة الوفاة ديالو واللي تأكدنا من الوقائع ديالها كاملة أنه كانت وفاة عادية، وملي كنقول عادية يعني نتيجة الاضطرابات النفسية اللي كان كيعاني منها الأخ، واللي كانت كتجعلو بين الفينة والأخرى خارج عن قواه العقلية والنفسية. وكنصرح لكم إخوان أن ونبين لكم أن الوفاة ديال المرحوم وفاة طبيعية، والسبب ديالها الاضطرابات النفسية اللي كان كيعاني منها الأخ بين الفينة والأخرى. وتصريح كذلك الهدف منه هو وضع حد لهذه المجموعة ديال التصريحات اللي كتقوم بها مجموعة من الجهات، مجموعة من النوايا، من ذوي النوايا السيئة، واللي كل جهة أعطت تصريح نون فوندي بحال كيقولوا، غير تصريحات في الهواء غير مبررة. الجثة عينها هي الطبيب اللي كان مكلف بالتشريح صرح لنا بعد ما عين الجثة أن الجثة عادية، أن الموت عادي. ومن بعد دينا الأخ المتواه الأخير. أنا في الحقيقة غادي نوجه واحد النداء، والله يجازيكم بخير كاملين بكم. Laissez mon frère reposer en paix. Il est là où il est. Mais. Arhamo, c'est un tout, moi.